قام أحد التجار الشباب في مجال الطلاء بولاية صعيدة بمبادرة فريدة تمثلت في تخصيص تربص مجاني لأكثر من 100 شاب في مجال تعلم حرفة الطلاء، وهذا تحت إشراف معطلين حرفيين من المؤسسة الوطنية للدهن والطلاق أنب. هذا تهدف هذه المبادرة لإدماج هؤلاء الشباب البطال في عالم الشغل والتقليص من نسبة البطالة بالولاية. المزيد مع محمد عمراني. درنا هذه الدورة درناها مجانية باش يسيو الشباب ان شاء الله ما يقعدوش في المجال تاع البطالة، منحنا لهم الفرصة باش يتعلموا، نمدوا لهم ان شاء الله شهادات بعد ما تنسيق مع المدير العام والشركة ايناب، وان شاء الله غادي يكونوا معنا ان شاء الله ادارات اللي غادي يمدوا لهم هذا الاخر باش نديروا لهم تحفيز. درنا دورة تكوينية لمدة يومين في لفائدة الحرفيين والشباب البطال على مستوى الولاية. هذه الدورة التكوينية حتسمح بإذن الله بخلق يد عاملة إضافية للولاية. تعلمنا واستفدنا من هال لابينتير وتعلمنا الديكور، تعلمنا بزاف صوالح، ان شاء الله نكونوا كي نخرجوا منها ان شاء الله نخدموا. احنا نشكروا هذا التنسيق اللي قام به الاخ بوشيخي باش ينقص هذه البطاله ونتعلموا الصبغه هذه تاع الديكورات